اليوم الثالث من شهر بقونا المبارك، زي النهاردة اتنيح القديس الأنبا برام أسقف الفيوم والجيزة سنة 1630 للشهداء 10 يونيو 1914 ميلادية. اتولد القديس الأنبا برام سنة 1545 للشهداء 1829 ميلادية، وكان اسمه بولس بعزبة جلدة من مركز مدلوي مدرية المنيا. اتولد من والدين طبيعيين ربوه تربية مسيحية ودخلوه الكتاب، اتعلم فيه العلوم الدينية والتراتيل الكنسية، ولما ظهر نبوغه بين اخواته وزمايله رسموا الأنبا يوساب أسقف سامبو شماس من جنستو، ومال قلبه للرهبنة فراح دير المحرق واترسم راهب باسم بولس غبريال المحرقي في 19 من عمره. كان وديع ومتواضع طاهر السيرة كثير الانفراد للصلاة، الرهبان حبوه جدا وسمع بيه وقتها الأنبا ياكوبوس أسقف المنيا، فاستدعاه خلاه يقعد معاه في الأسقفية مدة رقاه خلالها لرتبة قس. ولما رجع ديره اللي كان عامل بالرهبان الأتقياء وقتها اتفقوا انهم يختاروا رئيس ليهم بعد وفاة رئيسهم، وترقى بقى كومنوس في أيام البابا ديمتريوس الثاني البطريرك 111، وفضل 5 سنوات رئيس للدير. خلالها كان الدير ملجأ لآلاف الفقراء، فأطلق عليه لقب أب الفقراء والمساكين، وبذل مجهود كبير في مدة رئاسته لتحسين حالة الدير روحيا وماديا وإنماء ثروته وإصلاح أراضيه الزراعية. وكان كل ما ازداد بر بالفقراء وإحسان اليتامى والأرامل ازداد حقد بعض الرهبان عليه، لأنهم كانوا بيعتبروا الأعمال الخيرية دي إسراف وتبذير، فدمروا عليه وشكوه للأنبا مرقس مطران البحيرة اللي كان ساعتها قائم بالنيابة البطريركية لوفاة البابا ديمتريوس. فقبل شكواهم وعزلوا من رئاسة الدير، وبعد زمن يسير من اعتزاله الرئاسة ساب دير المحرق وراح دير البراموس، وقعد فيه مدة عاكف بس على دراسة الكتاب وتعليم الرهبان. وكان رئيس الدير ساعتها القمص يوحنا الناسف اللي بقى بعد كده البابا كيرلس الخامس البطريرك 112، وراح مع الأنبا برام اللي هو ساعتها القمص بولس شوية رهبان من دير المحرق اللي ما كانش عاجبهم حال اخواتهم المتذمرين. وفي سنة 1597 للشهداء سنة 1881 ميلادية اختاروا البابا كيرلس الخامس أسقف الإبراشية الفيوم والجيزة بدل أسقفها المتنيح الأنبا إيساق، فتمت رسامته باسم الأنبا برام. واشتهر في مدة أسقفيته بحاجتين، أول حاجة عطايا للفقراء الكتير اللي كانوا بيقصدوا دار الأسقفية فيديرهم كل اللي معاه من المال، وخلى دار الأسقفية ملجأ لكتير منهم، وكان بيقدم ثياب للعريانين وطعام للجائعين، وما سمحش أبدا بأنه يتقدم له طعام أفخر من اللي بيتقدم للفقراء. وفي مرة نزل يفتقد الفقراء وهما بيتناولوا الطعام، فلقى أن الطعام اللي اتقدم له في اليوم ده كان أفخر من اللي لقاه قدامهم، فحزنوا في الحال. أقال الراهبة اللي كانت موكلة بخدمة الفقراء من عملها. الحاجة التانية اللي اشتهر بيها الإيمان اللي حصل بسببه على أيديه آيات شفاء كتيرة، فزاع اسمه في أنحاء البلد وبعض بلدان أوروبا كمان، وكان بيجيله المرض أفواج على اختلاف أديانهم فيتباركوا بصلاته وينالوا الشفاء. وكان الأنبا برام واسع الاطلاع على الكتب المقدسة، بيقول زواره دايما نصايح وتعاليم وعظات بتدل على وفرة علمه بأسرار الكتاب المقدس. ولكن الأهم من كده إنه كانت صفاته نقية ومليان بالفضائل، ومن أخص الصفات دي إنكاره لذاته إنكار شديد، وزهده الحقيقي في ملاذ الحياة وأمجدها. طعامه ولباسه معداش أبدا حد الضرورة، ونفسه ما كانتش بتطمح لو بات المناصب والرتب. حتى لما البطريرك أراد أن يرفعه لرتبة المطرانية اعتذر عن قبولها، لما قال أن الكتاب المقدس ما ذكرش من رتب الكنيسة إلا القسيسية والأسقفية. ومن صفاته كمان أنه كان صريح لأقصى حدود الصراحة في إبداء رأيه، ومش بيبص الحاجة في اللي بيقوله إلا للحق ذاته، فصغرت قدامه هيبة العظماء ومراكز الكبراء أمام هيبة الحق وجلاله. علشان كده كان مطرة الكنيسة وأسقفتها بيتقوا غضبه ويتمنوا رضاه. وانتقل الأنبا برام للنعيم في 3 بقونا سنة 1630 للشهداء 10 يونيو 1914 ميلادية، فشيعوا للقبر أكتر من 10,000 نفس من المسلمين والمسيحيين، وجثمانه موجود في المزار المعد ليه في دير العزب، وظهر منه آيات كتيرة بعد وفاته، ومزاره لحد دلوقتي زي كعبة للزيارة والصلاة. بركة صلاته فلتكون معنا، ولربنا المجد الدائم دائما أبديا آمين. اليوم الثالث من شهر بقونا المبارك، زي النهاردة استشهد القديس اللاديوس أسقف أحد بلاد المشرق،
كان في يوم من الأيام بيوبخ الوالي يوليوكس على عبادته للأصنام، فقال له الوالي: لو كنت في نظرك كافر علشان مش بعبد المصلوب، أنا هخليك أنت كمان تترك عبادتك. فأسلم الأحد نوابه وأمر يعذبه بالرحمة لمدة سنة، ولما متخلاش عن عزمه الصادق أوقد نار في حفرة وطرحه فيها فممسكوش بأي أذى، فقام الناس كتير وأمر الوالي بقطع رؤوسهم، وأخيرا أخرجوا القديس من الحفرة وأمر بضرب عنقه، فاستودع روحه بيد السيد المسيح ونال إكليل الشهادة. صلاة تكون معنا آمين. اليوم الثالث من شهر بقول المبارك، بناء أول كنيسة لمرجاجز ببلدتي برنا وبئر الماء بالواحات. زي النهاردة اتبنت أول كنيسة على اسم الشهيد العظيم ماري جورجيوس بالديار المصرية ببلدة بئر الماء بالواحات، وفي نفس اليوم اتبنت ليه برضو كنيسة ببلدة برنا مركز طنطا. بعد هلاك دقلاديانوس وملك الملك البار قسطنطين اتهدمت هياكل الأوثان واتبنت الكنائس على أسماء الشهداء الأبطال اللي جادوا بدمائهم في الدفاع عن الإيمان. وكان في الديار المصرية قوم من الجنود المسيحيين وهبوا جزء من الأرض المقام عليها برما دلوقتي، وكان ما بينهم شاب تقي ووديع بيقيم على قطعة منها مع بعض المزارعين، وكان في الجهة دي بير للشرب، فسمع الشاب ده بعجائب العظيم في الشهداء جورجيوس، فسعى لحد ما حصل على سيرته وكتبها وبقى بيتعذب قرايتها من غير ملل. وحصل في ليلة اليوم 24 من شهر بشمس وهو بيصلي، شاف جماعة من القديسين نزلوا جنب البير بيسبحوا الله وبيرتلوا بأصوات ملائكية وهم محاطين بنور سماوي، فاستولت عليه الدهشة. وعندها تقدم ليه واحد منهم في زي جندي وعرفوا انه جورجيوس اللي استشهد على يد دقلديانوس، وامروا انه يبني له كنيسة في الموضع ده لان دي مشيئة الرب. بعدها ارتفعت عنه الجماعة للسماء وهم بيمجدوا الله العلي، وقضى الشاب الليلة دي مفتكس لحد الصبح. وعد عليه كذا يوم وهو بيفكر يبني الكنيسة دي وهو ما يملكش انه يقوم بنفقات جزء بسيط منها. وفي ليلة وهو واقف بيصلي ظهر له الشهيد العظيم جورجيوس وحدد له مكان الكنيسة وارشده لمكان وقال له: احفر هنا وهتلاقي اللي هتبني بيه الكنيسة. ولما صح الصبح راح زي ما ارشده الشهيد الجليل وحفر، فلاقى اناء مليان ذهب وفضة، فسبح الله وعظم قديسيه وبنى الكنيسة واستدعى الاب البطريرك وكراسها في اليوم ده، واتبنت المنازل جنب الكنيسة واتسمت الجهة دي بئر ماء نسبة لبئر المية اللي اتبنت جنبه الكنيسة. وبيحتفلوا بتذكار الكنيسة في البلد دي كل سنة، وهناك بتظهر الآيات الباهرة من إخراج الشياطين وشفاء المرضى بشفاعة الشهيد العظيم مارجرجس. صلاة تكون معنا آمين. وانتقلت أعضاء القديس جورجيوس اللي كانت محفوظة بيعته من مدينة بئر ماء بالواحات لدير الأنبا صموئيل لمعرفة رهبانه، وده في أيام الأب القديس متاوس البطريرك 87 ورئاسة الأب القس ذكري ابن القمص والأب سليمان القلموني. وفي عهد رئاسة البابا جبريال البطريرك 88 انتقلت أعضاء القديس للكنيسة المعروفة باسم في مصر القديمة، وده كان يوم 16 أبيب سنة 1240 للشهداء 10 يوليا سنة 1024 ميلادية. صلاة وشفاعته تكون معنا ولربنا المجد الدائم دائما أبديا أمين. اليوم الثالث من شهر بقونا المبارك، نياحة القديسة مرتا المصرية. زي النهاردة استشهدت المجاهدة الناسكة القديسة مرتا، اتولدت في مصر من أبوين مسيحيين غنيين، ولما شبت اندفعت ورا الأميال الشريرة فسقطت في نجاسة السيرة، ولكن رحمة الله حركتها للذهاب للكنيسة في يوم عيد الميلاد. فلما وصلت لبابها وهمت بالدخول منعها الخادم المسؤول عن الباب وقال لها: انت غير مستحقة انك تدخلي بيت الله المقدس وانت عارفة انت ايه. وحصلت بينهم ضجة فسمعها الاسقف فجه عند الباب يشوف في ايه، فلما شاف البنت قال لها: انت مش عارفة ان بيت الله المقدس ما يدخلوش الا الطاهر. فبكت وقالت: اقبلني يا ابويا، انا تايبة من اللحظة دي ومصممة على عدم الرجوع للخطية. فقال لها: ان كنت فعلا زي ما انت ما بتقولي احضري لي ملابسك الحريرية وزنتك الذهبية وتعالي هنا. فراحت بسرعة واحضرت كل اللي كان عندها من الحلي والملابس وقدمتها للأب الأسقف، فأمر بحركها في الحال وحلق شعر رأسها ولبسها ثياب الرهبنة وأرسلها لأحد أديرة الراهبات. هناك جهدت جهاد عظيم وكانت بتقول في صلاتها: يا رب أنا ما استحملتش الفضيحة قدام خادم بيتك، فما تفضحنيش قدام قديسيك وملائكتك. وقعدت 25 سنة في الجهاد ما خرجتش خلالها من باب الدير لحد ما تنيحت بسلام. صلاتها تكون معنا أمين.
اليوم الثالث من شهر بقونا المبارك، نياحة البابا قسم البطريرك ال44. زي النهاردة اتنيح البابا قسم الأول سنة 446 للشهداء 24 يونيو سنة 730 ميلادية، وأصله من أبي سير، وترهبا بدير أبو مقار، وترسم بطريرك رغما عنه يوم الحد 30 برمهات سنة 445 للشهداء مارس 729 ميلادية، ومبطلش من ساعة ما تولى الكرسي انه يطلب من ربنا ينيح نفسه سريعا، فاجاب الله طلبته بعد ما تولى على الكرسي مدة سنة واحدة وثلاث شهور. صلاته تكون معنا، امين.